دليل حماية المدنيين. ما هي أكثر الأماكن أمناً في البناء؟ اختر غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ. سكان الطوابق العليا في مبنى يتألف من أكثر من 3 طوابق عليهم النزول طابقين، وذلك لأن أرضية الطوابق السفلية تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد القصف. تجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي. ضع في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير. قم بإزالة أي من المرايا أو الزجاج أو الأشياء الثقيلة التي يمكن أن تقذف باتجاهك وتسبب لك إصابة نتيجة الانفجار. يمكنك أيضا دعم النوافذ باستخدام أكياس الرمل. دليل حماية المدنيين. إذا كنت في الخارج في منطقة تتعرض للقصف، أخطر تصرف هو أن تركض للاختباء. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على جانبك مع شبك اليدين خلف الرأس. أغلق أذنيك وعينيك وافتح فمك لتخفف من أثر الصدمة، وذلك لأن الشظايا والحطام تتطاير عاليا. أما إذا كنت داخل المنزل فابتعد عن النوافذ والجدران، خاصة الخارجية منها. حاول إغلاق منابع الغاز وإطفاء الأنوار. استلقي على الأرض بنفس الطريقة السابقة بجانب شيء صلب لتقليل مخاطر الإصابة. إذا كنت تقود عربة آلية، توقف فورا، أطفئ المحرك والأضواء، اتجه إلى أقرب ملجأ، وإن لم يتوفر فاستلقي على الأرض بذات الطريقة السابقة. دليل حماية المدنيين. بعد انتهاء الهجوم، لا تقترب من مكان القصف، وحاول منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في المكان، لأن ذلك يعيق عمل الدفاع المدني. كما أنه من المعلوم أن التكتيك الأكثر شيوعا هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت يتراوح ما بين 30 ثانية وخمس دقائق فور تجمع الحشود. لا تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، لأن ذلك قد يضاعف إصابتهم. دع العمل للمختصين، فهم يعرفون الطرق الأنسب والأكثر أمنا لانتشال الضحايا. لا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة، قد تكون قنابل غير منفجرة، أبلغ المختصين عنها. دليل حماية المدنيين. في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمنا للخروج، وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقا، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ، استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتا تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حوصرت بين نيران أو دخان، ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطء.